اكشن يلا يا مايك جاهز ستاند باي. تحب تقول لهم انت مين وعايش فين؟ انا اسمي مايكل وعايش هنا في نيويورك ليا 15 سنة. يعني مفروض اي اجابه هتطلع منك تكون موفقه. بقالي 15 سنه مش ليا 15 ليا بقالي. طيب دلوقتي هنسالك اسئله عشوائيه. ايوه بس ما تجاوبش عليها بفكريه عشوائيه. احنا هي الاسئله بس فقط هي العشوائيه. يعني رد عليها اجابه جد يعني؟ اجابه الناس تسمعها منك تبقى هي الاكيده. ازاي واحد جاي بكره يلاقي شغل؟ على حسب بقى انت دارس ايه؟ عندك لغه ولا لا؟ معاك ورق ولا لا؟ يعني في الاول حتى لو معاك ورق ومعكش اي حاجه دراسه يعني شهاده. انا مثلا في الاول كان في فتره مثلا بين الشغل مش ما كنتش عارف الاقي شغل، فنزلت بقى ايه قعدت الف على المحلات، اخش المحل اقول له ايه الاخبار بتاع يونيد هيلب، عايز حد يشتغل، يقول لي سيب رقمك. قعدت بقى كذا يعني يوم كامل كده لفيت عليهم. الاسبوع اللي بعدها واحد منهم كلمني وقال لي تعالى في شغل احنا عايزينك. دي طريقه لو انت يعني من غير ما تستعمل ايجنسي، في حاجات تانية بقى امبلويمنت ايجنسي بتروح تقول لهم ايه الخبره اللي عندك وهو بيدورك على شغل ويقول لك ويقعد يبعتك لناس وبياخد فيه. فانت من رايك ان هي معتمده على اربع حاجات في الاول طبعا. رقم واحد هي لغتك، رقم اتنين معاك ورق ولا لا، رقم ثلاثة الدراسه، رقم أربعة ايه مفيش رقم أربعة، هي ثلاثة بس. رابع حاجة تبقى نيتك صافية. حلو. هو الموضوع بسيط بالنسبة لي، يعني خش على craigslist.com. craigslist.com. لا 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 لا. هتلاقي جوبز، هتلاقي اسم التاون اللي أنت بتدور فيها، و 90% لو أنت في نيويورك هتلاقي كمان ناس عاملة أوفر جوب كاش. ومعظم دلوقتي أكتر الشغلانات كاش افيلبل موضوع التنظيف. لو أنت مثلا واحدة عايزة تشتغل في موضوع التنظيف ده ممكن تبدأ فيه. فلوس كويسه بتطلب لك مثلا مرتين ثلاثة في اليوم. تاني حاجه مشهوره قوي برضو الدليفري، في دليفري بالهبل. لو انت بقى عايز تدليفر على رجلك، عايز تدليفر بعجله، لو هتطلع رخصه دليفر بالعربيه، دي شغلانه كويسه جدا وفلوسها كويسه. لو انت عايز طب نفترض ان في واحد ما بيعرفش يتعامل اصلا مع العصر الجديد في التكنولوجيا، يعني ما عارفش حتى يخش ازاي على كريجزليست. ويب سايت سهل قوي، انت هتخش على craigslist.com هتكليك جوبز، هتكتب اسم التاون بتاعتك. يعني انا ممكن اوريها لكم حتى بالكمبيوتر. هتكتب حتى كمان البروفيشن اللي انت عايزها، يعني مثلا شغال مثلا عايز تشتغل في صيدليه، عايز تشتغل تكنيشن، عايز تشتغل دليفري شغال، عايز تشتغل تنظف كليننج سيرفيس شغال. على طول هتلاقي كلمه هيلب وانتد دي موجوده على craigslist. craigslist ده ويب سايت بيحصل له بوستنج اون ديلي بيزس، اون اورلي بيزس، يعني ممكن كل ما تعمل ريفرش هتلاقي اصلا شغلانات جديده طلعت قدامك. فما تيأسش، يعني انا كنت بطلع الcraigslist دي واطلع كل الجوب بوستنجز وابعت الريزم بكل الشغلانات، ولازم هيرد، لان هو اصلا عشان يخش على craigslist بيدفع 50 دولار. انا دلوقتي لما بحتاج ناس بخش على craigslist، حاجه رخيصه جدا، بدفع 50 دولار بيسيب لك البوست تقريبا اسبوعين او ثلاث اسابيع. تدفع 50 دولار، فانت معنى كده ان انت عايز حاجه اتليست بال50 دولار. فمثلا اي حد هيبعت لك رقمه وهتكلمه وهتقول له مش عارف ايه، ولو هو كلمك هيقول لك اصلا الشغلانات اللي عندك، هيقول لك مثلا طب ده واحد عايز كذا، طب تحب تشتغل كذا، طب تحب تشتغل. طب هل في بديل للكراكلست؟ يعني هل في مثلا جوب ايجنسي؟ الجوب ايجنسي اللي مايك قال عليها دي هتاخد منك فلوس كتير. الراوند كام؟ لا على حسب جوب ايجنسي. كل جوب ايجنسي في جوب هانترز اصلا، يعني بتاخد من مرتبك. لا في جوب هانترز، يعني بيقول لك انا باخد مثلا 10% من المرتب بتاعك شهريا. انت ويلنج؟ لا مره واحده اعتقد. مره واحده مش عارف، انا ما اعرفش الموضوع ده. مره واحده بس. انت ويلنج ان انت تضحي بالمبلغ ده، ولا احسن لك ان الفلوس دي تبقى معاك في جيبك وتدور انت يعني باجتهادك؟ هو قال لك طريقتين، قال لك انزل على رجلك دور في المحلات اللي جنبك دي هتلاقي فيها برضه. عندك عايز تشتغل على النت والحاجات دي اشتغل، دول طريقتين كويسين يعني. يلا مايك ستاند باي اكشن، خش عليهم يلا عرفهم بلد. يا عم لا مش انا عرفت نفسي الصبح، اسالني الاسئله. مثلا انت عشت في الاول ما جيت البلد دي، هل عشت في المكان لوحدك؟ لا يعني في الاول كان في روم ميتس طبعا، كنت قاعد مع ثلاثه، كنا قاعدين ثلاثه توتال يعني انا واثنين تاني في حته اسمها ستاتن ايلاند. وكنا كلنا يعني في اللي بيدرس، كان في واحد تاني بيدرس وواحد تاني مخلص في مصر، وكلنا كنا شغالين بقى شغلات عاديه دليفري، بيتزا دليفري موست لايكلي. يعني بتاخد كام في الفتره دي؟
يعني اليوم كان بيعمل معاك بكام؟ 150 والله كويس كده 200 لا الدليفري كان حلو، كان فلوسه حلو، وعشان كده كان حلو مع الكليه، لان كنت بشتغل 3 ايام في الاسبوع مثلا 4 ايام اعرف اجيب مصاريفي، والرنت برده قليل عشان قاعد مع ناس وكده، فالرنت يعني 500 600 دولار في الشهر اللي هي بتعملها في اسبوع مثلا، يعني فاهم؟ تمام. غير كده بقى في فاينانشال ايد، في لونز من الكليه بتاخد بقى، يعني اللونز دي لسه بدفع فيها لغايه دلوقتي، عليا لونز قد كده.